طبعا هذه حرارة المحرك، وهذه ضغط طرمبة الزيت، أو طبعا سجل مقطع فيديو. وهذه بالقراءة المترية. طبعا الحرارة طبيعية، الضغط المحرك فيه شوي نوع ما نازل، المفروض يكون. طبعا راح أريكم بالقراءة العادية اللي هي القراءة الأمريكية. طبعا هذا القراءة اللي تجيك في بعض السيارات الاستخدام السعودي، يجيك له في المنتصف 255، وبالقراءة اللي هي دائما الأمرية المترية. لكن هذه بالقراءة تعطيني له من 144، يعني يعتبر نازل. فشوف الآن لما نحط على القراءة الإنجليزية أو الأمريكية، المفروض عندنا هنا يكون ضغط الزيت من 24 أو 25 وأعلى. فللأسف عندنا هنا هو طبعا يستخدم الزيت 10-30، فالآن هو رجع مسافر. الآن بخليه يغير الزيت 20-50 عشان يرفع ضغط الزيت مؤقتا حتى يسافر، وبعدين له الخيار يصلحها في الطائف أو يصلحها هنا، شيء يرجع له، لأنه هذا الآن حل مؤقت. طبعا بعض السيارات تغير ربرة الشخال ومنظم الضغط وينتهي الموضوع ويرتفع ويكتفي باللزوجة السابقة حق الوكالة. بس لو قدر الله غير المنظم وغير ربرة الشخال وباقي الضغط عنده نازل، يكون فيه توسع في مجاري المحرك، فالأفضل يغير 20-50 انتهى الموضوع، لأنه صعب يغير لي محرك عشان توسع المجاري، هذا ما له حل. بس نقول إن شاء الله غالبا مشكلتها في ربرة الشخال ومنظم الضغط. الرابعة الثانية، شوفنا ضغط الزيت يعطينا اقل من 100 من 200، وهذا المفروض يكون يعني على الاقل يكون من 200 واعلى او 200 وشوي، لكن 140 يعني يعدل لك 20 يكون حول الربع او على الربع. شوف الان شوف طبعا الان على الربع، بس لما دعس بنزين. طبعا انا ما احكم عليها بالدعسه، انا نحكم عليها بعد مشوار واستقرار الار بي ام، المفروض يكون على هذا الطريقه يعني اعلى من الربع، بس اما يوصل للربع او اقل هنا تكون في مشكله جلدة الشخال او منظم الضغط. فالحل البديل الان مؤقتا فوريا لزوجة ال 20-50، بعدها يحل مشكله ربله الشخال ومنظم الضغط، وان شاء الله تنحل الامور.